الدرجات وطلاب المرحلة الثالثة قسم تقنيات المختبرات الطبية. أسعدتم مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا بعنوان تشو ريبير، يعني إصلاح الأنسجة. طبعا هي المحاضرة السادسة بالنسبة للفصل الدراسي الأول. طبعا يقصد بالتشو repair sometimes acute healing، يعني الإصلاح بالنسبة للأنسجة يقصد بها بالشفاء، شفاء الأنسجة. means restoration of tissue architecture and function after injury، يعني يقصد به هو استعادة البنية بالنسبة للأنسجة، كذلك الفاكشن الوظيفة مالتها، وبعد حدوث الإصابة. Repair of the damaged tissue occur by two types of restriction، يعني الإصلاح بالنسبة للأنسجة إنه يحدث عن طريق نوعين من التفاعلات. طبعا أولا النقطة الأولى regeneration by proliferation of the residual uninjured cell and maturation of tissue stem cell، يعني هنا regeneration يقصد بها بالتجدد. التجدد هنا شنو أقصد به؟ يعني هنا عن طريق تكاثر الخلايا المتبقية، يعني المحيطة بالجرح أو مكان الإصابة، خلايا اللي يعني ما متضررة إنه تبدأ بالتكاثر، زين، عن طريق الانقسامات المتكررة، زين. ويقصد بها هنا انجرد معناها الخلايا غير مصابة، وكذلك maturation of tissue stem cell معناها نضوج الخلايا الشرعية للأنسجة، يعني التجدد يحدث عن طريق تكاثر الخلايا المتبقية الغير مصابة، وكذلك نضوج يعني الخلايا الجذعية stem cell للأنسجة. أما النقطة B position of the connective tissue to the form a scar، يعني هنا درست connective tissue يعني النسيج الضام يكون على شكل ندبة، زين. احنا نعرف شنو الندبة، يعني الأثر اللي يبقى بعد حدوث الإصابات أو الجروح، يعني هذا كله يسموه تراكم النسيج الضام، يتراكم النسيج الأنسجة الضامة للجرح وتحدث هاي الندبة. نعم طلاب، شنو الصوت بي صدى؟ تعرفون من قد ما تكتبون انتو الانترنت بيضعف عندي. تمام، شكرا نورس. شنو مصطلح regeneration؟ regeneration is the ability of the soft tissue to replace the damaged components، يعني التجدد هو قدرة بعض من الخلايا soft tissue to the replace، إلى استبدال المكونات أو النسيج المتضرر. essential return to the normal state، يعني والعودة إلى الحالة الطبيعية.
طبعا الـ regeneration يحدث من خلال أولا proliferation of the mature cells that survive injury and return capacity to the proliferate. يعني عن طريق التجدد، يحدث عن طريق نضج أو تكاثر الخلايا الناضجة التي ما بها إصابة، وبالتالي هاي لها القدرة على الانقسام والتكاثر. لهذا أحدد شنو؟ تجدد بالخلايا. In other cases, tissue stem cell يعني ممكن في حالات أخرى قد تساهم my contribute to the restoration of the damaged cell. يعني ممكن إنه الخلايا الأنسجة الجذعية ممكن لها القدرة في استعادة الخلايا أو الأنسجة اللي بها ضرر أو الأنسجة التالفة. كذلك regeneration ممكن يحدث عن طريق ثانية scar formation، إنه تشكيل ندب. Repair occurs by laying down of the connective tissue. يعني الإصلاح إنه يحدث عن طريق تكاثف أو يعني فرق نمو بالنسيج الضام أو النسيج اللي فيه. كذلك it provides enough structure stability that the injury tissue is usually able to function. يعني إنه هذا الهيكل اللي يتكون على شكل نتبة يكون قادر على أداء وظيفة معينة. فبالمعنى الأصح إنه التجدد أو الإصلاح يعني المهم إنه يعني النسيج يعاود على أداء وظيفة معينة، يعني يعود إلى حالته الطبيعية. طبعاً الآن إنه several cell types proliferate during tissue repair in blood. إنه أثناء عملية الإصلاح راح تتكاثر بعض أنواع من الخلايا. خلينا نشوف شنو هي الخلايا اللي تتكاثر أثناء عملية الإصلاح. أولاً the remnants of the injured tissue which attempted to the restore normal structure. يعني بقايا الأنسجة اللي انصابت ورجعت إلى حالتها الطبيعية. أنواع ثانية من أنواع الخلايا اللي تتكاثر عندنا الفاسكولار اندوثيريال سيل، يعني خلايا البطانة الوعائية، أيضا تعمل على أو تكون كمصدر لإنتاج أوعية جديدة. كذلك عندنا الفايبروبلاست، أيضا الخلايا الليفية تعمل as the source of the fibrous tissue، تعمل أيضا كمصدر لإنتاج نسيج ليفي. To the fault effect يعني هذا النسيج اللي فيه يعمل على ملئ يعني مكان الضرر أو الخلل اللي يصير بالنسيج أثناء عملية الإصابة. أما الآن راح ناخذ type of the tissue according to their ability to renal their components، يعني أنواع الأنسجة حسب قدرتها على تجديد أو إصلاح مكوناتها أو إعادة تكوين مكوناتها لأداء وظيفة معينة. من هاي الأنسجة طبعا أول نوع، أول نوع الأنسجة إنه عندنا الفايل تشو سيل ذا كونتوسلي being lost and replaced by maturation from tissue stem cell. هنا طبعا الأنسجة القابلة للشفاء يتم فقدان هاي الخلايا باستمرار، ومن ثم تعويضها بخلايا أكثر نضج من الخلايا الجذعية للأنسجة كما في نخاع العظم نقصد بها. And by proliferation of the mature cell، يعني وكذلك تكاثر الخلايا الناضجة لبعض الأنسجة.
الكلوت هيماتوبويزس سيل يعني تشمل مكونات او خلايا الدم ان ذا بون ميرو لنخاع العظم. احنا نعرف ان مكونات الدم يتم يعني انتاجها من نخاع العظم. كذلك هذه الانسجه القابله للشفاء تشمل لنا السيرفس ايبيثيليا يعني الخلايا اللي تبطن لنا البطانه الداخليه لبعض من الانسجه. ايضا تشمل الخلايا تكون قابله للتجدد او الشفاء. طبعا النوع الثاني من الانسجه حسب قدرتها على تجديد مكوناتها عندنا الانسجه عند السوبر تشو، هاي الانسجه المستقره طبعا بدورها عند السير ار كويسن، هاي تكون يعني خلايا مالتها تكون بالعاده هي هادئه او مستقره. And have minimal proliferative activity in their normal state. يعني هو بحالتها الطبيعية تكون نشاطها الانقسامي أو التكاثري جدا ضئيل. كذلك are capable of dividing in response to the injury or loss of tissue mass. يعني يكون هاي الأنسجة المستقرة تكون لها قدرة على الانقسام والتكاثر فقط عند حدوث الإصابة للنسيج. constitute the parenchyma of the soft tissue. طبعا احنا نقصد النسيج اللي يكون النسيج المستقرة مثل عندنا النسيج الحشوي البارينكيمي يعتبر يعني بحالته الطبيعية هو نسيج جدا يعني انقسامة أو تكاثرة جدا ضئيل، لكن في حالة حدوث فرح أو الكتلة الأنسجة هو يعوض عن الخلايا المفقودة وبالتالي يكون لنا نسيج جديد. كذلك عندنا النوع الثالث من الأنسجة عندنا البيرمننت تشو يعني الأنسجة الدائمة. طبعا هاي الأنسجة الدائمة أو الدائمية عادة ما تكون الخلايا their cells are they considered to be terminally differentiated and non-proliferated. يعني هاي الخلايا مالتها تكون دائما متميزة لأداء متميزة لأداء وظيفة معينة وبالعادة تكون غير قابلة للانقسام أو التكاثر وبالعادة هذه هي الخلايا اللي تكون متمايزة أو متخصصة لأداء وظيفة عندنا مثل الخلايا العصبية والخلايا خلايا عضلة القلب. بالتالي احنا قسمنا الأنسجة أنسجة قابلة للانقسام، أنسجة مستقرة وأنسجة دائمية. أما الآن راح ناخذ ميكانيزم اوف تشو ريجنريشن يعني الآليات اللي يتم فيها تجديد النسيج. وكما ذكرنا احنا الأنسجة قسمناها إلى ثلاث أنواع حسب القدرة على التجدد. هسه ناخذ ميكانيكية أو ميكانيزم مال كل نسيج. أولا عندنا إن ريبايل تشو يعني في النسيج هسه الميكانيكية تجديد الأنسجة في النسيج القابل للشفاء أو قابل للتجدد. The injured epithelia are rapidly replaced by proliferation of the residual cells and differentiation of tissue stem cells. يعني راح يتم هنا تجديد النسيج الظاهري المصاب بسرعة عن طريق تكاثر الخلايا المتبقية اللي ما انصابت أو عن طريق تمايز الخلايا الجذعية للأنسجة. أما من آليات تجديد الأنسجة طبعا عندنا السوبر تشيو يعني الأنسجة المستقرة. طبعا هنا يحدث الريجنريشن فقط يعني عندما يحتاج النسيج فقط يعني هي اصلا انسجه مستقره لكن يحدث الريجنريشن بعد ان يحصل جرح او خساره نسيج تتحرك هاي الانسجه وتبدي بعمليه الانقسام والتجديد. الريجنريشن بعد ذس از يوجوالي
limited process، لكن هاي العملية غالبا ما تكون محدودة وباستثناء exceptional of the part، باستثناء الكبد. أي إن الكبد الدورة خلايا الكبد يعني لها القدرة على التجدد عند حدوث الضرر أو الجرح بالخلايا. كذلك عندنا القنوات الصفراوية أيضا لها دور يعني أو لها القدرة في عملية regeneration، التجدد وإصلاح الخلايا المتضررة. أما الآن عندنا من آليات تجديد الأنسجة خاصة environmental tissue بالأنسجة الدائمة. طبعا هنا الإصلاح repair cannot be accomplished، يعني ما يقدر يتم الإصلاح بالأنسجة الدائمة by regeneration only، فقط في ال regeneration بالتجدد، لكن يحدث بواسطة replacement عن طريق استبدال of the injured cell، يعني الخلايا المتضررة with connective tissue، باستبدال الخلايا المتضررة بالنسيج الضام، بالأنسجة الضامة، يصير تراكم بالنسيج الضام، لكن هذا يقود إلى أو يؤدي إلى leading to the formation of the scar، يعني راح يكون لنا الندم. إذا سؤال كيف تتكون الندبة عند حدوث جرح بالنسيج؟ الجواب يكون عن طريق تراكم بالأنسجة الضامة connective tissue بمكان الجرح. أي إنه الندبة تتكون إذا صار ضرر بالنسيج، خاصة عندنا إذا كانت هاي الأنسجة permanent، يعني هاي أنسجة دائمية ما لها قدرة على الانقسام والتجدد. أما بهذا الشكل راح يبين لنا آلية إصلاح الأنسجة، يعني عن طريق regeneration تجدد، وكذلك تشكيل formation scars. طبعا هنا راح يبين هنا الإصابة خفيفة، يعني يكون الضرر فقط بالنسيج الظاهري، وهنا يكون الحل فقط عن طريق تجدد الخلايا regeneration، تجدد الخلايا ويعود النسيج إلى شكله ووظيفته الرئيسية. لكن هنا راح يصير الإصابة جدا عميقة، تتضمن يعني حتى تلف النسيج الضام connective tissue، بالتالي راح يكون الإصلاح عن طريق تراكم أنسجة ضامة، وراح تشكل عندنا ندبة، يعني ما يصير عندنا regeneration وإعادة إصلاح هذا النسيج كما هو مبين بهذا الشكل. طلاب احنا لهنا راح نتوقف.